السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احبكم. اليوم رجعنا لكم فلوج جديد. اليوم يا اساطير نازلين على النهر نتسبح ان شاء الله. طبعا الدنيا رمضان، ومين اخدين معنا؟ اخدين معانا لوسي. سلمي على الكاميرا. يلا يا اساطير، هلا رح نصور لكم شوي من الطريق ونتصور تحت. طبعا حطينا لوسي تتمشى بالارض لانه هلكتنا طول ما هي في السياره. ان شاء الله هلا شوي ورح ننزل نتسبح. طبعا الجو كتير شوب، شعراتي شوي انتكشوا يعني. اوكي اساطير، فان شاء الله اول ما نبلش سباحه رح نبلش نصور لكم. ايه شباب، بس بدنا ننزل على النهر وما حدا بيسبح. شو وكانت المفاجأة، خبطوا بالصخرة طلعوا. يعني هو بعده النهر ما نظفوه، بعد المي مي برد كتير، مي برد كتير ولا برد كتير؟ اثنيناتون. يعني انزل اليوم خليه خليتونا نتعذب ننزل على النهر. هيدي لوسي كمان نازلة على النهر. لوسي، لوسي بدك تسبحي؟ لا لوسي، لوسي مصطفى، رشو رشو رشو. مش هتنزل على الدرج انت؟ انزل معي ولا هتنزل على السلم؟ رشو رشو لك رشو. وحش وحش. انت ليش درت حالك هيك هالديرة هي؟ كسرت حالك بالصخرات. هيدي لوسي رايحة تنزل لعندهم. وين صارت؟ خليها 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 لا تطلع. تعي لوسي، عم تصح له لمصطفى، هي معودة عليه اكثر شيء. انتبه لا توقع. قم هيا رجعت لوسي. هذا هذا يلا. ليش ما نزلت انت عبد الله؟ صح
شو شلون نزل مصطفى؟ طلع 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 هون هون بتوقع في شوية غمق ومي هادية يعني فيك تغطس. وما في صخرايات تبي ما تخبط حالك في صخرة. ما في دفش مي ما في ساحب. يلا راح ادير الكاميرا وانت غمض ونزيل. واحد ثلاثة. هي عبد الله غطس. تطير هلا عمر بده يخلي لوسة الزحلطة على الزحلوطة او الزحلية او ما بعرف شو بتسموها بالضبط. المهم اوكي طلع انت بدالة يلا حطها. لا تخاف منا. اوكي اساطير لوسي كوم. طبعا يا اساطير هيدا اخ اول مشوار للوسي معنا. اول مرة بتطلع برات البيت يعني كل هالوقت منعيفة بالبيت. اليوم لا عمر خلاص تركوها ما عاد تحطوها. يعني اليوم اول يوم تطلع مشوار. طلع عبد الله بده يتزحلط يلا. قلت للولاد صغار خبرة خبرة. اوكي اساطير هي لوسي كمان طلعت على المرجوحة او ما بعرف شو بتسموها انتم بالضبط. هي الدويرة البدور يعني ناس بتسميها مرجوحة ناس الدويخة وهيك اشياء يعني. مهم وهيدا عمر كمان ركب معاها مثل الهبل. وهيدا عبد الله قاعد عم بيجرون. لوسي قولي هاي. لوسي 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 خلينا نروح امس لا اوكي اساطير لوسي عشان مو على الشوت علي صبرتت انا. ها لوسي 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 قولي هاي للكاميرا. باي لوسي. شوفوا يا اساطير عبد الله الصغير شو عم يعمل. تمام خلينا ناخذ لوسي. وصلت تركبي على المرجوحه لوسي. يلا نركب لوسي على المرجوحه. لوسي كوم تعي نركب انا وانت. يا اساطير هي انا ولوسي هلا على المرجوحه. عبد الله راح يمرجحنا. لوسي قولي هاي للكاميرا. لوسي ما عاجبها الوضع. اوكي تمام قول عبد الله. هي المرجوحه شوي صغيره. العليا احسن. العليا العليا احسن. طبعا هن ارتفاعات ما شاء الله فانا راح ابرك على اعلى وحده. للعمار الصغار الكبار. دفشني دفشني يا اساطير. بابا تمرجح عبد الله دفشني. المهم شعراتي انتكشوا لحد يركز. نزلت سبحت شوي يمكن بابا صورني ما بعرف فبس خبطت ظهري اول ما نزلت. لوسي بدها تهرب ما بعرف ليش. صرت عده مرات سحبها من حد الاستراحه الثانيه يا اساطير. الو تمام خلينا نروح نصور عبد الله نشوف شو عم بيعمل يا اساطير. بس احمل لوسي. اوكي عبد الله عم بيلعب على هيدي. خلينا نقعد لوسي مع عبد الله. توكل على الله. يا اساطير هيدا عبد الله. وينه؟ يلا روح. يلا وين لوسي لا تسع. في مادة خيدي لوسي يا اساطير. ثواني ثواني صور لكم لوسي. لوسي قولي هاي للكاميرا. قولي هاي. ارتعبت يا اساطير. خلاص بدها تنط. هاي. ابو حسن. اكل عموري. مصطفى مصطفى. ابو حسن ابو حسن مصطفى. تبي تبي لا يوقع تبي لا يوقع. يلا انا مسكناك النار بيشي تشطف الارض. ما مسكناك تربيش تبي تلعب في المي. لا 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 يلا روح. يلا تقبل الله اعمالكم. رشاد شو؟ انا مرطان اهل. شو مش الحال؟ انا ما حسيت الا رشدي. قال ما بده يرشدي بس لا يرشدي. انا هيك قال لي انت مرطان بلا ما رشاك. انا كواب حتى الحرف يعني درت له ظهري كنت راح اروع. صرت نزل مرتين بالماء. هي وحده وين بشوي وحده. ضغط قوي ها؟ بدي اروح اروح. Thank you.
واحد وينكم؟ واحد واحد يقطعج من نربيش. لا 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 اصحاب معي اوكي اساطير، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هلا نحن راجعين على البيت، هيك تسبحنا بوردنا، لعبنا نحن وعمو حسين مصارعة بالماي، سلينا يعني واحد بورد عصيامه. ولوسي هلا بدها تسرعنا بالسيارة، ما بعرف خايف من السيارة يمكن لانه بتطلع ما تصلى زمان ما يطالعك السيارة يعني، فهيك خايف مثل ما يكون شايفين. خلينا ننهي الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فزونا فيديو جديد، شعراتي منكوشين، و السلام عليكم.